بأمر من مولانا السلطان رح نأسس فرقة سرية. الشخص يلي رح نلاحقه بوريس زهارياس. نحن مجتمعين هون لأنه ما منوثق بحدا من الداخلية. هذا الموضوع ما رح يطلع برات هالغرفة. الانتقام شي حلو كتير يا جميل، وبالأخص من النسوان. شو بتأمرنا نعمل؟ نحن ما رح نعمل أي شي، رح نستنى وبس. هي رح تعمل أول حركة. أنا دفعت لك ثروي، بس أنت خيبت أملي. وبعت الدفتر للألمانية. أنت مين حطك رئيس علينا يا أخ؟ مصطفى وخديجة لحالهم. بس هنن بخير، لا تقلقي. المسكين مصطفى بيكون قلقان علي. أنا لازم المسؤول المالي بقبرص عمر باشا، أكيد أنت بتعرفه. حتشتغلوا سوا بالبنك يلي رح يتأسس. نحن بأمر سلطاننا دائما. بس بالأول بدي إياك تخبرني من مين أخذت 12 مليون قطعة ذهب. شو أخبار الحمولات يا مجيد؟ صاير معكم شي مشاكل؟ لا، منيحة منيحة الحمد لله، كله تمام. خير؟ شو بلشت بالحراسة الليلية بالمينا؟ قالوا لي انه شغلك كتير منيح. ايه، حملك كبير ابي، وعم حاول اني خفف عنك. بعدين انت ما عم تقلي امتى استلم الشغل، مشان هيك أنا عم حاول أثبت حالي وقررت أني أشتغل كتير. إيه، برافو يا بطل، برافو. اسمع يا ولد، إذا اضطريت خليك عم تشتغل ليل نهار بأي شغل، بس لا تنزل على معدتك الحرام. يلا لشوف صحتين وهنا. شو انت مالك شايف؟ خير ان شاء الله. شو يلي بدك يا، يلا احكي لشوف. وقعد بالفخ. شو يا اخي جميل، وهي انت وقعت. بس لا تخاف، اي شغلة بتصير مع اي حدا بيلعب معي. انت بتقرر اذا رح تطلع من هون ورجالي ماسكينك من ايدك، ولا تطلع وانت محمول على كتافهم بتابوتك. قلت حاول انه يقتلك؟ كان شكله مثل النايم. كيف؟ هو لو قاصد كان قتلني، بس ما عملها. هو فجأة طالع سكينته وزدته. وسكينته لعلي ما بتخيب.
هذا تنويم مغناطيسي. هاي طريقة قديمة كانوا يستخدموها اليونانيين ليخلوا الإنسان يتصرف بدون وعي. يعني مثل التلقين؟ تلقين. بعدين هدول الناس بصير في عندهم إخلاص وولاء تام وبصيروا عبيد للناس اللي عم ينيمون. معناتها أخذوا لعلي قبل ما يموت وعالجوه وبعدين مسحوا له ذاكرته وبعثوا ليها. انت قلت مسح الذاكرة؟ اي هذا الشيء ممكن مو هيك؟ هدول الحشاشين حشاشين هدول هني مجرمين مأجورين بالعادة بنغسل دماغهم وبيبعتوهم ليعملوا هجمات انتحارية. وطبعا يلي وراهم بيستخدموا العلم حتى يجندوهم. وهالشي لازم يكون له علاقة بماضيك يا مصطفى. ما بعرف مين هن يلي غسلوا له مخه، بس صدقني راح أدفعهم غالي تمن هالعملة. اتركوني لحالي. بكفي بقى بوليس، بكفي. شو بكفي أسماء؟ أنا بعرف كل شي عم تعمله ومالي غبية. أنت صايرة حساسة كتير بعد ما ولدتي لارا يا أسماء. طلعي لك شي رحلة. هيك لك. أبي أنت اللي قتلته. صرت قايل لك كذا مرة إنه أبوك اختنق والقصة كانت حادثة. لا، أنت عم تخدعني وعملت هيك لحتى تصير كل ثروتنا باسمك لحالك. أسماء، نحن كنا مجبورين نعمل هيك لحتى تمشي الأمور صح. معقول مرة مثلك تقدر تعمل كل هالشغل بكلتها؟ أنت ما بتعرفي قديش أنا كنت عم ضحي من شانكم؟ بوريس، أنا بعرف منيح أنت مين بتكون. اليوم إجت لعندي مرة اسمها بالخان. شو؟ حكت لي كل شيء. وين هي المرة هلا؟ راحت. قلتي لي راحت؟ إذا كنتي عن جد مفكرة حالك إنك بتعرفي مين بكون، فلازم تعرفي منيح أنا شو فيني أعمل كمان. أنا عانيت كتير وضحيت لحتى وصلت لهون. رح تترك البيت هلا. سوريا، انتي شو عم تعملي هون؟ سمعت اصواتكم. يلا تعالي. صار الوقت لتتحاسب يا بوريس.
بالنهاية وصلنا للي بدنا يا سيد بوريس، راح نساوي البنك. يا ترى أنت ليش اخترت هالطريق هذا يا أسعد باشا؟ طريق شو؟ أنا بحس أنه أنت إنسان ذكي كتير وفي عندك موهبة قيادية كبيرة، وكان فيك تضل على الطريق الصحيح. أكيد كنت رح تعيش فقير، بس بالنهاية كل أمورك رح تكون تمام. شو قصدك من اللي عم تقوله يا سيد بوريس؟ قصدي إنك مو عارفان شو اللي عم يصير يا أسعد باشا. القاضي قياس الدين عم يستناني أعمل حركة غلط. أنت مفكر إنه رح ينهي التحقيقات يلي متعلقة فيني بهالسهولة هي؟ هو اليوم بس كان عم يعمل عرض. لأنه الثروة اللي جمعتها كانت من أعمال مشروعة ومن الدولة العثمانية. فتح لي الطريق اليوم حتى يقدر يسحبني للفخ وقوع. هذا القاضي ذكي، وبالعادة الناس الأذكياء يلي مثله بيحاولوا يخبوا ذكائهم. طيب وهلأ شو بدنا نساوي؟ نحن رح نخبي حالنا منيح لحتى هالقاضي ما يقدر يوصل لنا. وقت ببلش التعذيب فكر بالشي يلي بيخفف وجعك رضا. نحن ما رح نضل هون. خلاص مشي الحال وإحنا. شو الموضوع يا باشوات؟ شو ما عاد في زلم؟ على أساس انتو أذكياء وما حدا بيقدر عليكم. شايف رجع لك قلو يا بكري. هدول الاثنين الاسباع كانوا بيكفوا لها امسككم. ما شفت كيف؟ لك شو بدك يا بكري؟ ليش عصبت؟ لسه ما حكينا رضا. أول شي بدك تقلي وين مكان المصاري يلي كسبناها أنا وياك سوا من زمان. طيب وقف، أنا رح أقول. المصاري ببيتي تحت الصالون في مكان سري. إيه بس جاوبت وروحت المتعرضة. والله هيك ما بصير يا أخي، يعني أنا بسأل وإنت ما بتجاوب علي دغري، وبعدين برجع وبسأل وإنت راح تصرخ، وبعدها تحكي مثل البلبل. ولك شو، وين باقي الرجال تبعاتي؟ واقفين برا مشان يحرسوا المكان، بلكي لحقونا. منيح منيح. ها ليكو هون. الحمد لله. مزبوط هو. قبل سنتين من هلا نحكي عن هاي الشغله بمؤتمر طبي، قالوا انه في طبيب من فيينا وهو هلا ناجح كتير، كتب بمقالات لإله انه بيعمل للمرضى تبعه تنويم مغناطيسي، وهيك بصيروا يعملوا الشيء اللي بده اياه ويطيعوه. عرفت الرجال يلي بالصورة، أنا رح أروح لعنده. هربوا.
تقتل فيلي انت مصطفى، ساوي اللي عم قلك عليه يا علي. اكبر عدو لإلك هو فيلي انت مصطفى، لازم ما يضل عايش. اقتل فيلي انت مصطفى. الظاهر نسيت كيف بتصيب. ما بطالع سلاح بوش اخي. اكبر عدو لإلك هو فيلي انت مصطفى. رح تقتل فيلي انت مصطفى، لازم يموت. مصطفى، هذا علي. حاجة تضرب، خدت يلي بدك يا. واحد مثلك ما بنوثق بكلامه كتير، خليك مستنيني هون، راح روح وارجع. الخطط تبعك حلوة كتير بكري، وبصراحة ما حدا بيقدر يوقف وشك. اي اكي، مين ورا هالشغلة؟ يلا قلي مين يا جميل. انت بتقصد مين يلي مرتب الموضوع كله؟ ايه، حابب احكي معه شوي، بس طبعا بدون ما ازعجه. ايه رح قلك مين هو. اسمه بوريس زارياس. بوريس زارياس، يعني هذا نفسه يلي انا خطفت بنته؟ قتل فيلي انت مصطفى. مصطفى، علي، علي طلع عن جد عايش يا مصطفى. ايش هو مفكرني كنت عم بمزح معك يا عبد الله؟ منيح اللي صدقتني بعدين. اي صدقتك. دخيلك يا ربنا. يا الله، لك شو هالقدر؟ وين بدي لاقي لبوري زهرياس؟ هو بيتفتل كتير، يعني مره هون ومره هنيك. انا رح اسالك سؤال يا جميل، وين بلاقي الرجال يلي اسمه بوريس زهرياس؟ ما بعرف، ما حدا بيعرف وين بوريس زهرياس. شو وين كنت لهلا؟ يلا فهمني لشوف اللي وين كنت. اطلعوا لبرا. اجيت لحتى اقول لك شغلي. انا بحياتي كلياتها ما شفت مثل موهبتك يا بكري.
خطفت بنتي وزتيت المسكينة لحالها باسطنبول، وبعدين خليتنا كلياتنا نلحقك يا سيد بكري. اي نعم، بس كان زلمتك جميل مبعدني عن الشغل. انا امرته بهالشي. سيد بوريس كتر الدلال بيهرب العاشق وبيملله. شفتوا شلون؟ مواصفات هيك زلمة ما بتكون غير عند الناس يلي قربوا من الموت واللي ما بيعرفوا قيمة حياتهم، ويلي بيعرفوا منيح انه بيوم من الايام رح يوقعوا بشر اعمالهم. يلي رح ساوي فيك يا بكري رح خليه يتسجل بكتب التاريخ. فهمني شو صار بالاول؟ لما طلعت وحاولت الحقه ما لقيته، كان هربان. اللي يا عبد الله، انت قلت انه علي تقريبا بحاله تنويم. مزبوط حضره القاضي، هو ما له عارفان شو عم بيساوي ابدا، يعني هو هلا تحت تاثير الشخص يلي نيمه. استغفر الله. حاسس انه الشخص يلي ورا كل هالقصه هو الدكتور شولز، لانه كان عامل على هالموضوع ابحاث كتير مهمه. هلا فهمنا منيح شو اللي عم يصير. إذا درنا نلاقي علي ساعتها رح نعرف مين هن الناس اللي نصبوا لك الفخ، وبيكون حبل المشنقة انفك عن رقبتي بوقتها. اجمعوا لي كل اللي بالمغفر بسرعة. الظاهر نسيت كيف بتصير. نفذ مهمتك، أكبر عدو إلك هو فيلينتا مصطفى. فيلينتا مصطفى، تعرف كيف قدرنا نلاقيك؟ هاي فكرة جميل. إيه نعم، قال هذا الرجال طول الوقت بيخطط وبينصب فخاخ. بظن القصة مفهومة، رجالي أساساً ملاحقينك طول الوقت. شو هاد؟ بدي اياك تنادي لكل رجالك اللي متخبيين بالجبل، ما بدي اياهم يخلوا اسطنبول ترتاح أبداً. كل يوم لازم يعملوا مشكلة، كل يوم. وبهي الطريقة القاضي قياس الدين ومصطفى ما رح يكون عندهم وقت لحتى يلعبوا معي. وانت مو كنت بدك تستولي على اسطنبول؟ ايه بدي. شو يعني عم تتمسخر يا السيد؟ مو سيد، مو سيد، يا السيد بوريس يا السيد زهارياس. فيني خلي رجالي يساعدوك بهالقصة، وحتى لو انمسكوا فما بهمني الموضوع، وانت أساساً أثبتت من قبل بأنك عديم الرحمة، فيك تعتبر حالك من الأذكياء اللي أنا بحبهم. طيب إذا مسكت وقمت عطيتهم اسمك بالتحقيق، شو رح يصير؟ شو حتقول؟ يلي خطفت بنته والرجال اللي كنت رح أتسبب بموته كمان هو كلفني بنشاطات إجرامية باسطنبول؟ هيك رح تقول؟ مين رح يصدقك؟ سيد زهارياس، سيد بوريس، بالفعل أنت بتخلي الشيطان يتمنى يكون من تلاميذك. لا تاكل هم، كل شيء أنت بتطلبه حيصير مثل ما بدك وأحسن شوي. ممتاز، حلو كتير. في شي تاني؟ يلي عم ندور عليه واحد من ضباطنا اسمه علي.
مو معقول ما عم شلون صدق. بدنا ندور كيف عليه؟ كيف يعني؟ غريب بس علامات من زمان كيف بدنا يعني؟ ندور عليه؟ شو هالحكي غريب؟ مستحيل اهدوا شوي زميلنا علي لساته عايش بس هو بحالة تنويم وما نو عرفان شو عم يساوي وهلأ كل يلي بالمغفر رح يدوروا عليه ومن شان اللي ما بيعرفوا علي عبدالله نسخ لكم صور إلو شوفوها منيح علي مثل أخي وهو شخص منا يعني يلي بيلتقي فيه رح يجي لعندي فورا ويخبرني وين شافه وما بدي إنه يتأذى أبدا كلامي مفهوم؟ ما بدي أي حدا من بيناتكم يشتبك معه أبدا يعني علي لازم يجي على المغفر وهو عايش رح ندور كلياتنا على أخونا علي ونلاقيه صدقني إذا بلاقيك بيوم من الأيام قدام بنتي أو قدامي أنا رح تدوق عذاب ما دقته بكل حياتك ورح أخليك تتوسل بكل ثاني لقاتلك كلامي مفهوم استنى مني خبر يا بكري فهمتوا لك مصاري كتير مصاري كتير ولك زيريك يلا امشي زيريك امشي لا يا ابني مو لهنيك اركض من هذا الطرف ولك زيريك يعني معقول علي طلع من قبره يا امي هاي قطة والله خوفتني وانا اتركنا من القطة هلأ زيري كيف بدنا نلاقي هذا الرجال؟ ما بعرف كيف بدنا نلاقيه بس أنا خايف كتير شيري لا تعمل هالحركات خليك رجال ولا تخاف يلا امشي كأنه في حدا جاي شو كان هالصوت؟ ما بعرف شو هو يا ربي يا رب لك وقت كان عايش ما كنا نفهمه بعد ما مات كيف رح نتفاهم؟ والله إذا طلع لموت من الرعبة كيف بدنا يانا ندور عليه زيريك يلا روح روح يلا روح بقى زيريك لسه في حوالينا صوت لا تخاف لا تخاف لك شلون ما خاف رح موت من الرعبة طلع لهم ما فيني اطلع خيال ما فيني اطلع هذا عم يكبر دخيلك يا ربي يا أخي أنا متأكد إنه هذا هو اللي شو نعمل هلا سامحني يا أخي مسامحك مسامحك حبيب قلبي خير ما في حدا بهجات شريك كمان من هالجهة ما في حدا زيريك روحوا دوروا إيه مندور سوا ايه ايه مندور سوا هيك منيح يلا امشوا معنا يعطيكم العافية الله يوفقكم الله يوفقكم
يا سيدة القوة والقدر، بوريس زهارياس. ثريا. حليت القصة هالمرة؟ شو ماتشي؟ شو؟ كنت مستني حدا تاني مو؟ عن جد مو معقول، كثير تغيرتي، يعني صايرة حلوة كثير. كيف فتي على البيت؟ في معي مفتاح. شايفتك مو مغير القفل. ما تخيلت انه في حدا ممكن يفوت بالسر على بيت بوريس زهارياس، بس غلطت. هذا بيعني اني عم بكبر. ايه الزمن يا بوريس زهارياس، الزمن غادر وما بيرحم حدا ابدا، وهو بيضاعف الكره يلي بقلب الانسان وبيكبره. يعني بركي هذا سبب التغيير العظيم يلي أنا متغيرته. الكره ما بيليق أبداً للمرة يلي مثلك، بس يمكن أنت معك حق. مين بيعرف؟ يمكن أنت اجيتي لهون لحتى تشوفي آخر تغيير إليك مثل ما صار مع اصحك تقول اسمع لسانك. كنت قلك دائما وحاولت فهمك الحقيقة لسنين طويلة، كل شي شفتيه وصار هديك الليلة هون انت حكمتي عليه بطريقة غلط. ثريا لا تعملي هيك ولا تخليني صير عدو لإلك بعد كل هالسنين. لو محلك ما كنت بغلط بوريس، لأنه الشي اللي تركته برا لحتى ابتزك فيه رح يخلص عليك. مين يلي مات يا دكتور؟ كنت مستني خبر من مريض، فكرتك مساعدي. يعني معقول الدكتور شولز مكان مثل هاد يكون هو عيادته؟ اللي بسرعة شو اسم مساعدك؟ علي. انت ما بحق لك تكون هون. وقت القصة بتخص اخي علي فبحق لي يكون بأي مكان. بعد لشوف. انت ليش اجيتي لهون ثريا؟ اجيت حتى اشوف لارا.
عارف هي أضعف نقطة عندك. زوجتي، زوجتي الحبيبة، هي توفت بهالمكان بالضبط. بتتذكر يا سوريا كيف لقيناها مع بعض هون؟ كانت صغيرة والمسكينة غلبها قلبها، بس أنا كنت إلا دائماً إنه هي لازم تسافر وتغير جو، بس ما كانت ترد. أنا أحياناً أفكر يا سوريا إنه لو الناس بيسمعوا كلامي شوي كانوا رح يعيشوا لفترة أطول وهن مبسوطين كتير. مثلاً أنت، اطلعي من اسطنبول ولا ترجعي مرة تانية. ما رح روح على أي مكان لحتى أحفر قبرك بوريس. لكان أهلا وسهلا فيك يا سوريا. هذا بيعني إنه لسه بقيان لك كم يوم بهالدنيا. شو هاد؟ هذا ما بيفهمو يلي مثلك. عم بسألك، مثل ما بتعرف حضرتك في اختراعات جديدة عم تصير، وهي الاختراعات على الكهرباء. انت استخدمت هاي على علي مو هيك؟ هاي بتوجع كتير يا عبد الله. ايه بتوجع كتير. ما بحق لكم تحاسبوني، انا الطبيب الخاص للسلطان. مصطفى عبد الله انت لا تتدخل، هالكلب رح يقول على كل شيء، ما في عنده خيار. هي تقابلنا مرة تانية بوريس، انت شرحت لي كل شي وانا بعرف منيح انت مين بتكون. ما بقي غير شوي لحتى اخذ بدار كل يلي قتلته. نهاية بوريس حتكون على ايدي انا. تحرك. هي هي. احكي. علي مفقود وقال ما رجع لعند الدكتور شولز. عن جد هاليوم كان متعب. جهز العرباية وبعدين بتغير لي كل الإقفال يلي بالبيت كلها.